كرة طويلة تتجاوز وسط الميدان، فالتغطية ملك البلادي وعكسة وخطيرة سماخي. طيب العملية والهدف الأول، والهدف الأول لفريق النادي الإفريقي. خطأ على مستوى التغطية والتمركز، ياسين الشماخي ينجح في استغلال الكرة. إذا تصبح 1-0 لفريق النادي الإفريقي. طيب العملية واستغلال يعني بالصورة الكاملة للقطة. ياسين الشماخي ينجح في هز شباك النادي الإفريقي. هذه التغطية كريم مقلي وأيضا ملك الميلادي، والهدف الهدف الأول لفريق النادي الإفريقي. إذا تتغير النتيجة 1-0 في اللحظات الأخيرة. يعتبر تبع عملية دفع، وبالتالي هدف مرفوض. كرة التفت بسرعة لفريق الاتحاد. كريم مقلي تقطع الكرة. زهير الدوادي، زهير الدوادي يرفع كرة على مستوى القائم الثاني، والدفاع يتدخل من جديد، والهدف الثاني. الهدف الثاني لفريق النادي الافريقي. الهدف الثاني لفريق النادي الافريقي على الطريق. لم اعتقد ياسين الشماخي سنتثبت واياكم في صوره الهدف الثاني. كره اذا الهدف الثاني. هذه عاده زهير الدوادي، تحذير، وياسين الشماخي. الثنائيه 2-0 2-0 لفريق النادي الافريقي امام فريق الاتحاد. اذا هذه صورة الهدف الثاني. الهدف الثاني لفريق النادي الافريقي.